السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في فيديو جديد نشاهد فيه الحياة الطبيعية في الريف المصري. هذه الطبيعة الرائعة وهذه الطيور الداجنة تستمتع بالطبيعة وتعيش وسط الزروع طبعا. عندنا الطيور الداجنة، الدواجن، البط البلدي او ما نطلق عليه البط الاسمر، وعندنا الارانب، الحمام، كل هذه يطلق عليها الطيور الداجنة. هذا هو الريف المنتج. الريف دائما وينبغي ان يكون دائما منتج، ينتج لنا الزرع والضرع وينتج لنا الطيور الداجنة والبيض. هذه هي قريتنا، هذا هو الريف المصري. إذن البط يعيش في الطبيعة البكر، والموتوسيكل معدي. شوف نظم نفسه ازاي. إذن هذه طيور البط البلدي أو ما نطلق عليها البط الأسمر. هذه بعض ملامح الريف. هذا ما لدينا، نشكركم ونشكر حسن المتابعة.